رجعنا مع عبدلي. رجعنا مع عبدلي شو تايم، ورجعنا مع ربح مع تها فواياج في جو تها كويز. وتوا نتعداو، قبل ما نتعداو سؤال مع حمدي حدا اللي باش يسالنا كل جمعه شنية البلاد، يعطينا مؤسسه يصف لنا بلاد وبعد نحن نطلعوها، باش تعداو مع الرابح نتاع الجمعه اللي فاتت، والاجابه كانت مراكش. نستقبلوا بعضنا نبيل الدواس. شحوالك؟ لاباس. كيف تقدم لنا روحك سي نبيل؟ نبيل دواس، مهندس في الاتصالات. هاي. جيتكم من رادس. مرحبا، ذكرنا كيف شارك. والله قاعد نخدم على البيسي قدام التلفزه. كي تعديت لانونس، اي لانونس في الميسيون، المدام لحت عليا قالت لي العب. وانا عمري ما شاركت، هذه اول مره. دي اول مره وخطفت. اول مره وخطفت. خويا سوبر. شوف نبيل. مازلنا ما نعرفوش شنو الربح بالضبط نتاعك، شنو الكادو، نعرفوك اللي ربحت، لكن الحكايه الكل حكايه السهر نتاعك، اليوم تنجم تربح مثلا ويكاند مع المرادي، تنجم تربح مثلا بي مع الخطوط الملكيه المغربيه رويال اير ماروك، وتنجم مثلا تربح رويال تالاسا ويكاند، ولا فواياج، ولا بونداشا مثلا، ولا سيركوي مع تاها فواياج. دونك توا اللعبه الكل عندك انت. دور. شنو زهر وزعمة؟ شنو زهر وزعمة؟ تعديت عليهم الكل راك. اي 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 ويكند. ويكند في الحمامات وفير كار لايك وحمامات، مبروك عليك. توا انتم اللي تحبوا تربحوا الجمعه الجايه، تفرجوا في السؤال اللي يطرحوا علينا ديما حمدي حدا. عالسلامة الناس الكل ومرحبا بكم. اليوم مع تها فواياج نهزكم في الجنوب التونسي، تحديدا في ولاية توزر، بلاصة سياحية معروفة على الاخر في تونس وفي العالم اجمع، تصوروا فيها برشا افلام كيما لو باسيون انجلي و ستار وورز. زعما انا وين؟ زعما انا وين؟ هذه سهلة برشا حمدي حدا. باش يزي عاد يزي، خلني نخدمو سي بون يزي. جاوب صحيح. فما حاجة في وجهي؟ كرافات؟ كيفاش مالا سهلة برشا؟ استنى خاصة وعما خليته في الكروت عدى لي لهنا. هاني جيتك اقعد غادي. ارجع ارجع كيفاش، احكي لي شبيه هذايا. هاني جيتك يا لطفي. سي با سيريو توا شنو هو؟ سلامة. حمدي حدا صفا خويا، مرحبا بك. الحمد لله. جيت باش تعمل بيب ديريكتومون وحدك؟ ما تخافش. خذ بالك توحشني عندك برشا، ما ريتنيش. لا الرفيق الرفيق. الرفيق. ما دامك خرجت بجا ربي تعرفش كيف خرجت خرجت. شد ذكرتي اكتب على روحك، شد ذكرني كيفاش العباد يشاركوا في تاه فواياج. اليوم شنو اليوم؟ هاو كان بعد تكريت مصعبه اللي نعم فيها تدور سهله. انت جاتك في كابسيول غاديك راح فيها. لا منين ندم، هذه ندم اللي تحب. اما هذه كما شفتوا سهله برشا، دونك ادخلوا فيس على الباج نتاع فيسبوك تاع تاه فواياج تونيزي، جاوب صحيح وبارتاجي على بروفيلك، والخميس الجاي تجي بحذانا هوني كما السيد اللي كان بحذانا سي نبيل دواس، وتربح برشا كادوات، فتربح كادو من برشا كادوات. صحيح. طيب قاعد يسلح على الرولات. اي ماك هاو عاد. صحيح. وانتم ما زلتوا ما عملتوش ريزرفاسيون دان سيجور للعطله، اون بليس العطله قريبه، ولا سواري نتاع ريفيون زاده، ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. فيسا يمشيو لتاه فواياج، وادخلوا على تاه فواياج بوان كوم. خلصوا اون لين وفما دي ريدكسيون توصل حتى ال 15%. هاي يزيك. ليه عاد مازالت اهم حاجه. طيب
العمر يا صاحبي اهم حاجه. العمر هذه يقولها وقولها وانت كلك خشوع ما تديش. وفي بالكم زاده اللي موصل العمر بدا واللي متشوق وناوي يعمل عمر سنة تلقاو عن طه فواياج افضل خدمات من التنظيم والمرافقين وخبره سنين مع الالاف من المعتمرين، وهذا الكل مع تسهيلات كبيره في الدفع توصل حتى 36 شهر. ما لا اقصد ربي، واتصل باقرب اجنس طه فواياج باش تاخذوا اكثر معلومات. طه فواياج خير رفيق للبيت العتيق. خليني في أناوين. خليك في أناوين. أناوين. بداوا العباد يقولوا لك أناوين في الشارع. ولا بداوا يبداوا. أناوين راك بنتي بنتك تلوج معاهم أناوين. حمدي اش تعمل هنا؟ ولا بالحق ماني استدعيتك قبل باش تعمل لي كي جعفر ذا بذتين تخلى. لا 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 أنا جيتك أوفيسيالمون. أوفيسيالمون. إي باش نستدعاك العرض نهار السبت نتاع المدك في المسرح البلدي. أفيك غرون بليزير وأنا نستدعى العباد اللي يحبوا يتفرجوا في المسرح. ولا نحبك تجي نهار السبت 7:30 العشية في المسرح البلدي عرض المدك، وبكلكم اللي تفرجوا فينا مستدعين وجاو ضحكة مضمونة. اي بي فوالا دونك مرحبا بك لطفي وناكد عليك. تحيه اخي خاصه ليك حمدي حدا. لا نعمل عليك نعرف. طه فواياج انتوما ما تنساوش اللي يحب يشارك في الجو يدخل على الباج فيسبوك نتاع طه فواياج. سينو امشي اقرب اجونس اعمل الريزرفاسيون نتاعك ولا على الانترنت ولا كان عرضك حمدي حدا تنجم. استني انا وين. ميرسي لطفي اسامبلي ان شاء الله. تشاو باي باي. طه فواياج عندها القناعة كاملة بأهمية تقديم أطيب الخدمات للمعتمرين في زيارتهم لبيت ربي ومقام الرسول. هذاك علاش طه فواياج تتشرف باش تقدم لكم رحلة العمرة بأنواعها الثلاثة، العادية والمميزة والممتازة، وهكا تضمن لكم راحة البال وراحة الأبدان. طه فواياج تمشي وترجع بالسلامة. رجعنا مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شوي تايم. كما قلت لكم كي العاده نعاود نذكركم بالاس ام اس، كان تحبوا تربحوا كهربا هيونداي ايفان توت اوبسيون غارانتي 5 سنين وفيها الديزاين يفتق، ابعثوا ميساج في حرف ا على 85 899 وتنجموا تجيوا لهنا تربحوا الكهرباء نتاعكم. وتحب تقوي حظوظك في الربح ابعث اكثر اس ام اس. وتوا نخلي الباند كباري باند يستقبلوا الضيف اللي عانى بطريقتهم. المعام بكل حب حكم دار الأغنية الشعبية التونسية إلينا وإليكم ابن الشعب السوبر ميجا ستار والنجم والفنان حسام بن رمضان.
اشتاق مثل كان النار يوم حبيناك صغيرة كبرت وجبت معك الحيرة وعرفنا طعم الغيرة منك جن العقل وطار سير تعرف الأصحاب وأنا ما انطيقش العذاب صرنا على بعض نارة برحلت جرتيني حبتنا عبرنا واليوم علاش تجرنا تكوي قلبي بالنار لا تقول لي مكتوب لا تقول لي ما قدرت نتوب يا ما شفنا فيك عيوب قلبي عشقنا مختار حسام مرحبا بك تفضل صاحبي حسام انت من الفنانين اللي يعرفوهم العباد بغنياتهم اكثر من اللي بوجوههم اوي السلام عليكم مرحبا بك ساعه السلام ورحمه الله والله انا مقل شويه في الظهور الاعلامي وما فماش كون يكلمك معناتها هي استراتيجيه منك ولا خاطر فماش ناسك نو ما يكلمونيش برشا برا معناتها تو انت صفاقسي يعني وصفاقسي تفرجوا فينا تحية خاصة ليهم تحية خاصة كبيرة الصفاقسية الصفاقسية معروفين بالقراية وبالخدمة وبالبزنس قليل سمعنا بصفاقسي يعمل في المزود مثلا صحيح ولا لا بالعكس معناتها الفن الشعبي معناتها موروث ديجا معناتها من صفاقس يعني ديجا بابا معناتها أصله معناتها فنان عنده 40 فنان شعبي يعني فنان شعبي فنان ما احنا تو عندنا كما نقولوا العائلة الصفاقسية والفرق الصفاقسية عندهم حاجة أخرى معناتها كما نقولوا عوادة أي. ما يتخدم كل شيء الحضرة والمسود والعوادة أي لكن أنت اختصيت أكثر في المسود اختصيت مسود أي. مسود ما قعدنا يتطور بشوية بشوية المسود متاعك متطور ليزانستريمون متاعه وما فماش توائل النفخ مثلا ما فماش حسوا كلي فما هكا أي صحيح احنا نخدموا أوركستري أكثر فهمت قعدنا نتبعوا في الموجه اللي ماشيه معناتها نعمان الشعري الله يهدي نعمان الشعري معناتها موزع نوجه له تحيه بالمناسبه هو اللي معناتها عمل الموزيكا هذه جددها معناتها بصراحه واحنا خذينا عليه معناتها مشينا في التام هذاك نجم نقولوا حسام انك نجم رقم واحد في الفن الشعبي رقم واحد في صفاقس مانيش في مع التصنيف ما انا نجتهد نخدم باش نوصل الصوت وكا ومعناتها ان شاء الله العباد تقبلنا كيما هو ما نجمش بالالقاب نحن نحكيو راه مش معناها بالالقاب نحن نقولوا انت الفنان الشعبي الوحيد اللي في مسرح كيما ممكن في الانتاج اي صحيح ممكن مسرح صعيب ياسر ما يعبيهش اللي يجي صحيح انت عبيته سيدي منصور هكا ولا سيدي منصور اي مسرح كبير ضخم عبيته انت يعني الحمد لله نعم من عند ربي توفيق عبيته مع وليد التونسي وعبيته وحدك توفيق من عند ربي ونشكر زاد المسؤولين اللي عطوا فيها الثقة بصراحة نحب نوجه لهم تحية بالحق العباد ما جاتش ثقة المسؤولين جات لخدمتك باش الجمهور ما يجيش هكاك الجمهور يجي الفنان يحبه ناش ناش باش نقول لك نقول لك أنا معناتها معناتها بالحق هم معناتها احنا تربينا على جيل لطفي ورغمي وفتحة حجر الله يرحمه عندنا برشا ميزيسيانات حسن وحسين ما شاء الله معناتها حسك كحشيم كي أنا نحكي عليك وأنت تهرب تحب تحكي على العباد به قعدت 14 سنة تكتب وتلحن باش أخيرا مشيت للغناء مش روتار شوية معناها؟ روتار برشا مي مش بيدي معناتها أنا كنت في محنة قبل شنو؟ كنت في محنة محنة؟ إيه نحكي ورا ما قلت لي تحب تحكي على البوليس شفي؟ شنو هي المحنة؟ اش معناها محنة؟ أنت كنت في سويسرا تاع تونس؟ معناها شديت الحبس بالطبيعة منين جيت؟ اي مش شديتش انا ما نحبش نحكي اما انت جبت الموضوع تحكي على الكواليس ما شديتش مده قصيره يعني انت عديت 10 سنين حق. 10 سنين؟ جيت باش نقول ما شاء الله معناها والله سامحني ريفليكس عرفت 10 سنين صح الخوي
10 سنين حبس. 10 سنين. شو عملت في 10 سنين؟ شفت عملت درت جمهورية كل. درت حواست من الحبس الحبوسات الكل درتهم. الولاية الكل زرناهم. صح الخوية صح. شوف شوف. أكلي بدل كم يقول ما راسي يقول ويعطي كل يسد الحبس يقوله كفارة خرجت إيش بيقوله بدل في ال. ريت برشة برشة 10 سنين. برشة برشة وتعبت فيهم برشة زي. لا يعودهم عليك صاحبي ولا يوريهم لا يوريهم الحبايب لا يوريهم الحبايب 10 سنين الحبايب ولا حتى بعد بالنسبه للفنان صعيبه معناها ما اما اللي نعرفه انا في العشر سنين هذوما في الحبس انك كتبت برشا اغنيات كتبت برشا اغنيات ورزاني فيهم ولاد الحرام ليالك ولاد الحرام كيفاش رزاوك فيهم ولاد الحرام نعرف اللي وصلت تبيع في غنياتك كنت في الحبس باش نكونوا متفاهمين ما نبيعش معناتها نعطي في غنياتي اي خاطر وقتك انا خرج لي اسمي في ديجا في جاكيت نتاع كاسيت انا عندي انا حاجه كبيره برشا بيان سير واحد مربوط والدنيا واخي قبل كانت فما تلفزه برك لطفي فهمت قبل فما تلفزه برك ولا زوز اللي تبعهم لعبات انا ديجا يقول لي تحيه برك من التلفزه عندي انا حاجه كبيره شنو مربيت الكل تخرج والعوار صح وسامك وليت انا معناتها ستار تستار في الحبس تعاون في الحبس الحكايه هذه باش ترمى حاجه كبيره برشا هي ما تعاونيش انا بالذات خاطر انا مانيش معاون روحي ديجا عليه كيفيه ما نسكتش مانيش رايك احما انت تو تظهر رايض ماكش رايض معناها انا ديجا رايض على الاخر مي انا ما نحبش العوج فهمت ما نسكتش الكل اللي خلاني معناتها شويه ميشو عندهم هما ديما الحبسات وديما معناها نورمالمون ربتيتك طولت اكثر عملت مشاكل باش طولت ربتيتك ولا 10 سنين بيدهم ما... لا انا نورمالمون 15 عام نورمالمون 15 عام 10 سنين تسمى ما تفهم والله صح الخويا شو نقول لك انا فبزيتها ولا ما وصلوا وصلوا استخدم ما منعوك منعوك ما عادش نجم تخرج منعوني ما عادش نجم نخرج وقت غناء تعرف شو نقول لك جوابات ما عادش نجم تبعث حتى جواب صحيح احنا وقت الغناء خرجوا فيه في الجوابات فهمت بالسرقه الغناء يخرج بالسرقه ممنوع تخرج غناء ممنوع انت ديجا معناتها عباره تخدم معناتها هو مانعك انت مسلوب من الحريه الحرية تتبع الشغل تتبع كل شيء معناتها في الحياة. نحب نبعث غنية لدارنا البابا ما تبعتش انت شعر مش تكتبوا في جواب انا جوابات منعوم عليا معناتها انا باش نراسل حتى دارنا نورمال لا علاش خاطر جيست تو حتى اي مربوط ولا اي عبد ساعات يكتب هكا فازات خواطر ولا معناتها كي الشعر صغير ولا كذا حتى هذيك يمنعك عليها يقول لك هذيك غنية باز مادام اللي تعديت وقبل الدنيا مسكرة شوية اخويا قبل معناتها كيما نقولوا انسان معروف شوية مثلا واصل شويه عنده مع الميديا ولا واصل شويه ما عنده كيما نقولوا احنا قبل نقولوا اكتفات عنده اكتفات سخان وكذا يحطوهم بيت وحدهم ما يسكنوش مع الحق العام فهمت عندهم بيت وحدهم فهمتني ولا يقول لك شويه فريم لا شويه طب يخلطوهم ببعضهم التو مازالت التو مازالت هي الحكايه ما قبل الاسباب منين لازم تقول اللي مثلا لو فيت اللي انت تكتب وتغني وتعمل غناء عاونك على محنتك هذيا اللي عديتها عاوني برشا ما نكذبش عليك عاوني برشا وألمني برشا زوز عاوني فاش كياز لي المورال وزدت عرفت العباد خرجت احساسي فيه بكيت في الورقه هذيك صاحبت الورقه عرفت صاحبت كراستك شخت معاه تعيش معاه اللحظه تكتب لها تحكي لها تغني لها فهمت من بعد ما نكذبش عليك انا فما كون فما كون فات سكير صارت مشكله عملوا فوي معناتها في شمبر. حبس عملوا فوي هز لي كراستي ما نكذبش عليك هذه التو بالحق انا التو معناتها الكراسه اللي فيها 170 ورقه اي برشا برشا غناء معناتها اي حتى مش غناء فيهم حتى الخواطر وفيهم حتى حكايات نحكيهم مع روحي حتى اسراري شنو ساعات انت اسرارك ما تنجمش تحكيها لصاحبك ما تعرفش عليه صاحبك فهمت؟ هذه تكتبهم وحدك. معناتها يجيك معناتها واحد يقطع لك كراسه بكل برود الدم عرفته وفي الفوي انا الناس كل تفركس صدقني ما تحشيت عندي انا فهمت؟ تحت دبشي باش ما يقراليش باش ما يقطعهاش. فك وقطعها قطع لي لحمي معها اقسم بالله. هذيك بالحق اكثر حاجه علمتني وكلموني عليها برشا عباد ديجا معناتها مؤسفه. قعدت لك التو بالطبيعه خاطر تو انت مثلا انا على فكره اول مره مش نجبدوا الكلام هذا انا تعديت قبل الباساج في مع نوفل الوقتاني اي وحكيت على الموضوع هذا بعدها بثلاث ايام توقفت وما حكيتش فيه حتى عاودت تعديت التلفزه ما حكيتش فيه توقفت يا حبس فاقس على حد شيء
على خاطر حكيت الموضوع. ما عندي حتى قضية، قالوا لي قضية عندك قضية قديمة مسيبة محلولة ولا شنو؟ قلت لهم ما عندي حتى شيء، ما عندي حتى شيء. توقفت ثلاثة أيام وبعد قالوا لي غلطنا لك وفي الحبس تمارس عليا كل أنواع الاستفزاز، عرفت؟ أي. وكيفاش تحكي علينا وكيفاش تقول علينا، فهمتش أنا؟ أنا قلت له رأي الحكاية فردية معناتها. حتى المشكلة مع فلان العون الفلاني، ما جيتش أنا عممت ولا قلت مثلا إدارة السجون تعركت معايا، فهمت؟ فما شخص سبحان الله كما أي دومان فيه الباب الخايب مارس عليا معناتها الفازة هذه اللي أنا ما تو ما حابة تدخل مخي ديجا. حكينا على السلبيات تاع الحبس، نجمو نحكيو على الإيجابيات تاع الحبس. على انا لتوري الحبايب باش ما يقولوش هذوما في ايجابيات، لا فما حتى ايجابيات بالنسبه لك انت. كان انا اي كان انا علاش خاطر انا في الحبس العباد عرفت تالف عليها في ليزيستوار لحوم قعدتهم كيفاش مثلا في خاطر خويا حسام. شكون حسام هذا يغني على خوه مات، يغني على خوه في الحبس، يغني على فما استوار في الحكايه. العباد تبربش مع زيد انا كل الحومه الشعبيه برسك في تونس انا تربطت معايا فيهم زوز ثلاثه وصحابي لحوم الكل برسك، فهمت؟ ونحييهم بالمناسبه معناتها نوجه لهم التحيه، ديما يلوموا فيا يقولوا لي فرصه يقولوا لي تعدى بتلزه تثبت علينا وكذا. بالعكس انا بالحق نحب نحييهم برشا خاطر ممكن هم عاشرتهم اكثر من قعدتوا مع دارنا، فهمت؟ سي نورمال واحد 10 سنين وعاشرتهم وكليتهم مع ملح، فهمت؟ حبيت نعرف قلت الايجابيات برشا تضحك عليه يقول لك يحكي على ايجابيات الحبس. صحيح. نحكي على ينحكي على انت كمؤلف وتكتب اغنيه. صحيح. الزيق هذاك عاونك انك بعد ساعات تفهم موجعه. ما كنتش نعرف روحي لا نكتب لا نلحن لا نعمل حاجه. قبل ما تدخل الحبس ما عندكش علاقه بالحبس. جمله مع عندي قلايم الكوره وقراي وخاتيني جمله المشاكل، فهمت؟ ومن بعد كي دخلت تفرعست شويه في حياتي واحد و وكي اي جون خرج هكا الناس مو نعرفوا شويه ولا ما تحبش تحكي مشاكل عنف وحكايات برشا عنف ودنيا 10 15 سنه خاطر برشا حكايات برشا قضايا برشا قضايا وفما قضيه كبيره، فهمت؟ سيرش عديت وخلصت يعني الحمد لله. هاي. الحبس راهو الذيق يموتيفيك سواء للخايب سواء للباهي. فما برشا انا نعرف برشا عباد معناتها مشاو في السقيم بالحق، جيت قا نظيف على الاخر موش نتاع حابس مدرسه نتاع اجرام تتعلم اجرام مدرسه بالحق نتاع اجرام ونتاع باهي. انت اش تحب تولي روحك؟ انت كعبد الاندراء انت الضعف هذاك تصنع منه قوه والا تعدي اللي يكتب لك وتروح وطاح الكف على ظله والا تدخل في تام اخر، فهمت؟ تسمعني غنيه غنيتين حاجات هكا حتى مواليد دنيتك جوك من حاجة تكتبكم في الحبس ولا على الحبس ولا أي حاجة تحبك خلينا نكتشفوا الفنان زاد تفضل. سامحني أنا ككرة ومع ضيافي ديما إيه ما يستعمل. وعلاش يا ليام كسيتو عليك ولا رفتو بين دمعاتي اللي في عينيك لرحمت قلب حبيبي عاشق فيك غزراتكم مسمومة توجع فيك قالوا لقى تبعتي الما يسواش واللي دواقي الحبس ما يبراش يشكون فينا غلطت وما ولاش حبتني وحكم القلب مش بيدي. عاشو انتم مغنيش في البيع انا بالحق لا والله صفا امورنا باهية بالعكس ماشي ماشي فما راهو فما احساس وروح قبل ما يبدا الصوت طالع ولا هابط ولا في فورم. انا نحب نقول لك حاجه لو عندي دوسيات زاده انت معناها عندك لو ميريت يعني الفضل انك حبسك عرفت كيفاش تستغله وخرجت منها حاجه بوزيتيف واللي تتغني وتكتب والدنيا وما وبعدت ممكن على الطريق الخايب كما نقولوا اجرام ولا تحب تقول انت مانيش نحكم عليك انا معناها طريق خايب تريح الغلط ومشيت للطريق الصح اللي هو فن اليوم خليك حتى تكون موجود كفنان وهكا ولا لكن زاد عملت عمله كنت نجم تتحاسب عليها ولا حق تحاسبت عليها ان شاء الله خير. لا ان شاء الله خير انت تعرف عاد عملت
والفن فن والفن التجاري فن تجاري. هي خلينا نفهموا العباد فاش قاعدين نحكيوا خير ما نقول انا نقول انت. لا فهموا انت. فما فنانة لانسيتها انت وقت ما كانتش موجودة لا معروف. نقول لك حاجة شكول. احنا مشتركين في الحكاية. هي معناتها لانسات روحها خاطر هي عرفت اش تعمل زاد ذكية معناتها. شكون؟ أساور تحكي. إيه أنت لانسيتها ولا؟ شكون كان يعرف؟ بعد شافها سامي عندك هزا مشات للترموس ولا شنو؟ والله ايش باش نقول لك؟ هي جات على أنت تحكي أنا فنان الكواليس. صحيح هي جات على غناية. إيه. جات باش تحب على غناية باش تشري غناية وكذا. وهي برامو معناتها تحب على الديو تحب على جربتي وتوجعتي. جربتك؟ جربتك أنت وتوجعتي. توجعتي أنا. فهمتني؟ هيك حبت على الغناية قلت لها أنا وهي وقت الغناية متكلم عليها شكون؟ فما فنانة عربية تونسية اللي هي سوار عبد الناظر نوجه لها التحية بالمناسبة. وقتها كنا مش نعملوهم بعضنا فهمت؟ دخلت هي على الخط بصراحة غرتني بالفلوس. غرتك باش؟ بالمادة. سبحان الله أنا وقتها مروح من محنة وأموري مزعجة على سبب سي نورمال وباكو باكو باكو فيها فلوس معناتها باهية فهمت كغناية معناتها ومعاودة معناتها قداش باكو وقتها وأنت مازلت مقينة وخارج بالحق 10 ملايين 10 ملايين وقتها صاحبي شنو معناتها أنا أغلى غناية حد ما يدفع على 10 ملايين على غنية حد ما يدفع لتو جملة تسجيلها بدنيتها ما تخلصش 10 ملايين قداش موية غناية تكلف 3 4 ملايين هكاك 10 ملايين علاش الدرجة هيك حتى 8 ملايين فيو ايه الترموس والدنيا وجو ايه شنو ما سمعنا سمعنا شوية سمعنا شوية من الترموس جربتك وتوجعت يا والله ما كنت باش تعمل صعاي تحب على السول على التي على الترموس على الطاق امسك يا سول ليلي عيني يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليل جربتي وتوجعت عشقت البايع وتليعتي صحتك وما سمعت رميتي كلامي ما تبعتي حالتي ما ودعتي حتى صوتك ما سمعتي كيف ما نسيتي نزول انا قل ودل في البرنامج يعني عملنا معك جو توا بصراحه ديما الفنان انا نقول لك احسن حاجه ليلى بالحق امورنا بها الاغنيه توا ليلى سي غنيتو فيت شنو اغنيه هكا من الوجه اللي جاي تحكي معك ما مش نحكي على الحبس وتروح صحيح تقصي الحقائق انت جيت انت خويا فنان جيت مغني باش تغني عندك عندي باش نطلب منك ثلاثه موالات موال الاولاني نحبك تهديه للجمهور اللي يسمع فيك الكل لانه فما ناس في سويقس فما ناس توا بدات تكتشفك ناس تعرفك الجمهور شيخ
الموال الثاني تهديه لجماعتك والحبس وصحابك، مش جماعتك معناها الناس نتاع العسره والناس اللي في الضيق توا، في منهم اصحابنا ولاد حومتنا وبرشا ناس نعرفوهم وتعرفهم الززه والجماعه باهي. والموال الثالث هذاك اختيار من عندك انت، ولك الاختيار. الشعب التونسي كل قل له دق الحب على بابي، في صغري في كبري في عز شبابي، واليوم فارقتك يا عذابي وصار عند حبيب. من يوم القابل تعيونه طلع علي بسحر شفونه، يوم العشت معي جنونه حسيت احساس غريب. خليها في الحب بوزيتيف خير، تخليها في الحب بين توا وجديد. نحب نعطيك حاجه مرصوص صغيره ولا دادا ويا دادا، انا عاشق والرب بلاني نار وقادة تحرق وتقول اش بلاني. دادا ويا دادا، انا عاشق والرب بلاني النار الوقادة تحرق وتقول اش بلاني. شهوة ولهفة على شفافها والنار تشعل فطرافها، لا تقربها لا تخافها موزين الرباني. توا موال اللي قلت لك اهداء للناس اللي في الضيق. الناس اللي في الضيق ربي يفرج عليهم. نار فرقة والدمعة بحرقة، يا الدنيا الفرحة يوم الناس أرقى، يوم الناس أرقى. جروحي ما برت عيني تدمع، ما لقيت حبيب من يسمع اللي نقاسي. من صغري نعاني قلبي شاقي، لو وجع البخت باني داقي حضني دفي. حسام بن رمضان خويا، كانت القعده حلوه معاك، خلي لك كلمه الختام وبعد نسمعوك تختم بالغنيه بتاعك. نحب نشكركم الساعه على الاستضافه، ونشكر الجمهور محلاهم عملوا جو مع بعضنا، ونشكرك انت على الاستضافه. نحب زاد نعطي حقوق العباد اللي الاغاني كلمات والحان لعبد الله، فما استوديو الانتر بويز، تسجيل انتر بويز كيف كيف اشرف ساسي، كاو عاطف الفقي زاد موزع، نشكروه كاو. ميرسي حسام. حسام تفضل باش نسمعوك في الغنيه اللي تسكر بها معانا الحلقه. جنوني خذيت عيوني ما ندري وقتاش، واحدة ذابت في مكنوني حنينة ما تكساش. ديلوني يا ناس محير غرامي بيهم زاد، يا أنا
ليتهم ذابت معيط واحلى ما تلقاش. سمرة تحرك جمرة نرى ما تطفئ وحدة شجرة بيتها حمرة ما الشغارة شراش. قولوا لي واشي صبرني قلبي فيهم ده نار الشوق الحب جبرني بغزرتهم لسياب يودك القلب وخبرني ما جريت لوش حسب عرجون الدجلة محيرنا سلام ما بكتا. واحدة خفيفة حلوة ظريفة فرنجة ما تقداش واحدة وليفة عذرة عفيفة غيري ما نرضاش. دلوني يا ناس محير غرامي بيهم زاد يا انا ما نقدرش نخير دلوني يا عباد فرحي في العمر قصير ما نحملش عباد ليلتهم ذا